أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا فيكم في تحديثنا لليوم الأربعاء للجلسة الأوروبية. شفنا مبارح انخفاض في مؤشرات الأسهم الأمريكية، تبعها اليوم أيضا انخفاض في مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد صدور بيانات ثقة المستهلكين من الولايات المتحدة، وأظهرت تشاؤم بين المستهلكين بفعل ارتفاع معدلات التضخم ومخاوف التباطؤ بل مخاوف الركود الاقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم. ارتفع الدولار الأمريكي مستجيب لهذه البيانات، لأن الدولار الأمريكي يعتبر عملة من عملات الملاذ الآمن وعملة تصفية المراكز المالية، وشفنا اليورو بينخفض لما دون الدولار وخمسة سنت اليوم، وأيضا انخفض الجنيه الإسترليني لدولار وواحد وعشرين سنت متجاوب مع هاي الأخبار. اليوم احنا في انتظار تصريحات من رئيسة البنك المركزي الأوروبي ورئيس بنك انجلترا المركزي من بريطانيا، وكذلك رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واللي ممكن يكون لها تأثير على أسواق العملات وأسواق الأسهم. خلينا ننتقل الآن للرسم البياني لنشوف تحركات اليورو وكذلك الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي مع انتظارنا لهذه المستجدات. عم نشوف اليورو عم بينخفض للجلسة الثانية على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، هذا بعد ما تم كسر الدعم الصاعد اللي تابع لتركيبة فنية تعتبر تركيبة فنية سلبية، وبالتالي في عندي احتمالات انه نشوف المزيد من الاتجاه الهابط على اليورو مقابل الدولار الأمريكي طالما استقر في تداوله تحت 1.058، لكن من الأسفل كسر سعر 1.0486 رح يكون ضروري لإثبات امتداد الاتجاه الهابط هذا اليوم. بانتقالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي عم نشوفه ايضا انخفض خلال الجلستين الماضيتين، واليوم عم بيتداول ضمن نطاق محدود نسبيا، وممكن نشوف ايضا المزيد من الانخفاض لكن بشرط اني اشوف استقرار ما دون 1.2157، فالتداول تحت هالمستوى مطلوب لاثبات الاتجاهات الهابطة. عودة تداول الجنيه مقابل الدولار اعلى من 1.2287 ممكن يفشل الاتجاه الهابط ويتسبب في محاولة جديدة للارتفاع. بحب أشير أيضا إلى أنه إحنا اليوم بانتظار قرار منظمة أوبك بلس، واللي ممكن يأثر أيضا على تحركات أسعار النفط. هذا اليوم من المتوقع أن المنظمة تحافظ على اتفاقها السابق برفع تدريجي للإنتاج، وممكن يكون لهذه القرارات تأثير مباشر على أسواق الطاقة.